Excellency Mr. Ayman Ben Abdelrahman. رئيس مفوضي عزيزي جهودنا المشتركة لتطوير البنية التنمية التي نصب إليها جميعا. كما أود أن أحيي المستدام والشامل بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الرائدة المدرجة في أجندة 2063 لحجم التجارة البينية في إفريقيا الذي لا يتجاوز 16. إن للجزائر قناعة ثابتة بضرورة تسريع التكامل الإقليمي لقارتنا كسبيل وحيد لمواجهة تحديات التنمية وإنهاء تهميش إفريقيا في مسار العولمة، وهي قناعة جعلت الجزائر تضع في صلب أولويات عملها الإفريقي أهمية تجسيد برنامج تطوير البنى التحتية في إفريقيا، وذلك أنه ينشد التكامل والاندماج الإقليميين ويشكل من هذا المنطلق قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.